بآخر فقرة، وفقرة كتير مهمة هلأ زينب وصلنا. هي دائما الصبايا والشباب بيسألون عنها سالي، وهي محطتنا لليوم، لكن رح نتطرق فيها لموضوع يمكن هلأ الكل بلش بقى بالحميات الغذائية ليزبط جسمه بعد هالشتاء للصيف. أكيد كتير من المتابعين وخصوصا الصبايا عندهم كتير من الأخطاء باتباع بعض الحميات الغذائية. اليوم رح نتعرف على هي الأخطاء اللي ممكن ما تنجح هي الحمية الغذائية، وبالتالي ممكن تصيب أشياء تانية أو يمكن ما تعطي النتيجة المطلوبة للصبايا. أكيد مع استشارية بعلوم التغذية إيفانا اليوسف. صباحك إيفانا، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. يسعد صباحك. وهلا حبيبي. يسعد صباحك إيفانا. صباح يمكن سالي. هاي الفقرة هيك أهم فقرة، لأنه كلنا بعد ما هلكناها لإيفانا تحت الهواء هلكناها. فكل العالم هلا بتكون عم يعني نازلة أكل، يلا بتخبي بهالجاكيت الطويل ما ببين تحت الورك الجاكيت، ما في مشكلة. ولكن هلا نحن بلشنا هيك بفترة بفصل الصيف، فموضوع الحميات الغذائية جدا مهم. هلا كنا عم نحكي تحت الهواء عن الحميات الغذائية الخاطئة يلي بيتم فيها تنحيف الجسم بشكل بينحف الجسم، ولكن قالت زينب كلمة من لقمتين رز ممكن يرجع ينفش ويسمن. خلينا نحكي عن الحمية الغذائية الصحيحة والفترات تبعها يعني كيف بتكون. هلا اهم شيء قبل ما نحن نبلش باي حميه غذائيه في مجموعه تحاليل لازم نعملها. اذا كانت هالتحاليل طبيعيه معناتها نحن فينا وقتها نعمل الدايت واصلا ننحف بسهوله. شو هن هاي التحاليل؟ عندك فيتامين د، ما نرجع للعيله اذا عندهم غده بدنا نعمل قصور غده لانه بياثر. كمان بدنا للصبايا بدهم يعملوا ايكو للمبيض لانه التكيسات بتاثر على زياده الوزن او ثبات الوزن. هلا اذا طلعنا نحن ما في شيء وطبيعي كل الموجود، مع انه يطلع نقص فيتامين د اكيد رح نعالجه. المهم نحن عم نعالجه حتى لو نحن عم نعمل نظام غذائي، متى ما عالجناه رح تصير تنحفي. بعدين نحن بنضل بطريقه مده طويله عم نتعالج وبنفس الوقت عم نعمل دايت، يعني ما في شيء بخوف. في كثير مرضى بيجوا لعنا بيقولوا لنا ايه انا معي نقص فيتامين د، انا معي غده، شو يعني؟ لا خليني اعرف انه معك لحتى اعالج لك، مو انت وعم تعمل دايت وانت معك هاي الشغلات وانا ما عم بعرف انه ليش ما عم تنحف. النظام الغذائي الصحي هن عباره عن 5 وجبات لا يتعدى 1500 حريرة، هذا اللي بده ينحف طبعا، يعني فطورك غداك وعشاك وجبتين خفيفات. 1500 حريرة نحن بنوزعهم ما بين النشويات والدهون والبروتينات والخضار والفواكه. هي حسابات نحن بشكل عام اخصائيين تغذيه هي اللي بيعملوا. طبعا مو كل الاشخاص عندهم 1500 حريره، بس المتعارف عليه من 1200 و1500 لينحفوا. كمان نحن ما ناخذ بعين الاعتبار النشاط والعمر والجنس انثى ولا ذكر، وهذا كله الى حسابات. طيب كنا عم نحكي تحت الهواء يمكن في شيء اسمه تقليل الحريرات او السعرات الحراريه مثل ما عم نقول، لكن هذا الشيء مرتبط، بعض الناس عم تعمل فيه خطأ مرتبط نوعية الطعام ولا كمية الطعام. خلينا نوضح هي القصة لأنه هذا من الأخطاء الشائعة. يعني أنا ما باكل صحن رز مثلا في إلى تحديد مثلا كم معلقة الرز قد ايه بالأسبوع لازم آكله، الخبز قد ايه بالأسبوع. في أخطاء شائعة عم تسبب أمراض نقص فيتامينات لبعدين بالحميات الخاطئة. صحيح إيفانا. صحيح. هلا نحن مثل ما قلتي أنت في شغلتين لازم نعرفهم، هي الكميات ولا النوع؟ لا هي الكميات والنوع، بس شو بقصد بالنوع؟ إنه فيك تاكلي كل شيء. النظام الغذائي مو تحرمي والله ما أكلت سكر والله ما اكلت خبز. غلط. خبز نحن بناخذ، او النشويات هو نوع من انواع النشويات بناخذ الطاقه منه. النشويات هي الرز والمعكرونه والخبز والبطاطا المسلوقه وهدول القصص نحن بحاجه لها. طيب معناتها انا لما بحرم حالي بعض المصادر الغذائيه رح ينتج عندي نقص بالفيتامينات الموجوده بهالاكلات اللي حرمت حالي فيها. انا بعدين ما بصير ضل على نوع واحد، انا بدي نوع، لانه جسمك اذكى منك. متى ما ضليتي على سعرات حراريه قليله وحرمتي حالك شو بيعمل؟ ما عاد يحرق مثل قبل. هلا نحن لا اشرح الموضوع، نحن هلا انا ماني عامل دايت، جسمي عم يحرق الاكلات اللي عم باكلها، تمام؟ هلا لما بدي اعمل دايت جسمي شو رح يعمل؟ رح يقلل من الحرق، لاني انا حرمته مثلا الدهون الدسم اللي عم باكله، فصار بده يحافظ على اللي موجود وبرايه انه هذا الشيء صح. فرجعتي انت قللتي ما عاد حرق، رجعنا على نظام حياتنا وقفنا الدايت الخاطئ، شو رح يصير فينا؟ جسمك ما عاد يرجع يستقلب، ما عاد يرجع يحلق ويحرق. فبتلاحظي في كثير انظمه غذائيه انا نحفت عليها 10 كيلو وطار عقله هاي الخاطئه طبعا. بعد ما وقف رجعت 20 طبعا. صحيح. لانه دوبل عندك قصه الاختزان الدهون، الحرق ما عاد ينحرق مثل قبل، وخذ عاد وقت بدك لترجع. صح. استقلابك بالرياضه وبالاكل. صحيح. النظامي وقد ايه بده كم سنه، هذا كله خاطئ.
النظام الغذائي، مو تحرم حالك، تعرف كم قديش لازم تاكل، شو النوع، استبدال الشغلات الدسم بشغلات نفسها بس اقل حريرات واقل دسم، بس هو هيك. صحيح. يمكن حكيتي دائما بتحكي ايفانا شغله انه خمس وجبات بتسمعوا خمس وجبات انهم بتفاجئوا، خمس وجبات ودايت، اي خمس وجبات ودايت، يمكن الكميات بتحدديها. وايضا مثل ما ذكرتي ممكن بدل الرز يلي بالسمنه نعمله بزيت المازولا، قد ايه مهم ايضا تقسيم هدول الخمس وجبات، ونحكي لهم نرجع على مشاهدينا عنه. كثير مهم انه نفطر ونتغدى ونتعشى وناخذ وجبتين خفيفات، ليش؟ لانه انت كل ثلاث ساعات سوري لازم تاكلي لحتى جسمك يستقلب، لما انا بدي اكل وجبه واحده او وجبتين، جسمك رح يعمل شيء بنقول له بلوك، يعني انت طول النهار مانك اكل، اكلتي لي هالوجبه، طب هو شو بده يلحق ياخذ منها العناصر الغذائيه اللي بحاجه لها الطاقه لحتى تكملي حياتك، فبيعمل ما عاد يحرق مثل قبل، انا ممكن كنت احرق 500 حريره مع الوجبه واحده او وجبتين بصير بيحرق 100 200، هذا الشيء اللي بيكتنز عنا الدهون بصير الجسم ما بينحف ابدا، بعدين انت ما بصير تنقصي ولا مصدر غذائي من الوجبات الخمسه، عشان مثلا عندي مشاكل يعني ينزل السكر تبعك، بعد فتره تلاقي حديدك نقص، بعد فتره فيتامين د اوريدي نحن عندنا في خلل، يصير عندي مشكله، بعدين فيتامين د صار عندي هشاشه عظام، صار عندي مشكله بالغده، صار عندي كثير قصص ثانيه وكل هالامراض الثانيه، فما بيصير، الفطور لازم يكون فيه خبز، الرز على الغداء، على العشاء ممكن تاكل سلطات او بنرجع ناكل طبعا خبز مقسم بكميات، نرجع خبز وحواضر، الفواكه ما نكتر منها، الفواكه كمان بتعمل زياده وزن، فحصتين باليوم لانه السكر الفركتوز تبعه زيادته بيصير عندي بجسم الانسان مشاكل ثانيه بالسمنه. نعم. نعم، ايفان كثير من الحميات اللي هلا دارجه عم يتبعوها بعض الصبايا والشباب، الكيتو، الصيام المتقطع، مثل ما قلتي النوع الواحد مثلا لمده اسبوع، حميات كثير متعدده الاسماء، ممكن تنجح على اجسام بعض الاشخاص وبعض الاجسام تعطي شيء سلبي. سلبي صح. فخلينا نحكي عن هي الحميات كمان، هل هي صحيحه او بتفيد يعني بهذا الوقت؟ هلا انا رح اقول لك الحميات اللي بنقول لها خزعبلات الدايت، نحن حميه الكيتو، الحليب والتمر او اللبن والتمر، الملفوف، حميه السعرات الحراريه اللي جدا قليله اقل من 1000 وممكن احيانا اصلا تعمليهم سوائل يوصلوا ل 500، حمله اللو كربوهيدرات، حمله الهاي بروتين، هدول الحميات من اخطر الحميات واسوء الحميات. النظام الغذائي برجع باكد بروتين، نشويات، خضار، فواكه وحتى دهون موجوده، فانت لما انت بتاخذي نوع واحد مثلا الكيتو اللي هو 70% دهون 20% بروتينات و10% كارب، فجسمك نحن بناخذ الطاقه من الكارب، جسمك شو رح يعمل؟ رح ياخذ الطاقه من الدهون، في شيء اسمه كيتو بالكبد، كبدك رح يتعب، بعد فتره بتقولي انا طب انا عامله دايت وعم بلعب رياضه، ليش هالانهيار بالطاقه؟ طبيعي هذا الحكي، لانه انت طاقتك كل فيزيائيه جسمك، كل طريقه شغل جسمك صارت خاطئه، تنحفي بس لما انت بتوقفي بتلاقي العمى انا رجعت سمنت، لانه برجع من اخطاء هذا اللي بتصير اخطاء النظام الخاطئ، بالاضافه لانه ليش كل العالم اخذ سرعه الكيتو وطاير عقله؟ فعلا نحن اشخاص بنحب الاكل والكيتو فيه اكل، يعني فيه صح حرمتي حالك الخضار عم تاكلي دسم تمام، في ناس ما بتحب الخضره والفواكه فاجاهم الكيتو دواء، انا باكل وهي اللحم المقدد واللحم والدهن غلط 100% وبتكون عندك سلوليت وبصير عندك خساره بالعضل نحن اللي هذا ما بدنا اياه، تجلطات الدم كمان يعني عن جد تجلطات طبيعي لانك انت عم تاكلي دهن، يعني اصلا هو ما انعمل للاشخاص للدايت، هو انعمل مثل ما كل العالم بتعرف للصرع، فلما شافوا الاشخاص اللي معهم صرع عم تخف نوبات لانه فيه بيض معش فعنده مشكله بالاعصاب، خفت نوباتهم بس لقوا انه نحفوا، قام العالم الثانيه صارت يا سلام لقينا شيء من نحف يلا ناخذه، حتى اللبن ولا التمر، اوكي اللبن ولا الحليب فيه فوائد والتمر فيه فوائد، بس ناقصك النشويات، ناقصك البروتينات بكميات كبيره، اللحميه، النباتيه، طيب في مشاكل ثانيه ولا شوربه الملفوف بتعمل لي مشاكل بالجهاز الهضمي، هدول خاطئين، هدول انظمه غذائيه ابدا ما أنا جيده. اما الوحيد المتعارف عليه والشيء الجديد هو الصيام المتقطع، الصيام المتقطع هو لازم يكون روتين حياه، اللي هو بيعطيكي نفس الشعور تبع الكيتو بس بشيء صحي، انت من 12 ل 6 عم تاكل اللي بدك اياه او السبعه، تمام كوجبات، طبعا مو اللي بدك اياه كمان سندويشه همبرجر ومدري مين، لا اكيد لا، يعني الشغلات اللي هي موجوده بالبيت، وبنفس الوقت عم تقطعي هالكم ساعه وعم تشربي المشروبات، بالعكس جسمك بيكون مرتاح، رح تحرقي، رح تنحفي، مانك حارمتي بشيء، حتى لاحظوا جدودنا كانوا بعد الستة سبعة ما ياكل تمام، هذا الوحيد الصحي برا، بس كمان في اخطاء الصيام المتقطع بلا شو الفاستنج بيقولوا بياخذوا وجبه واحده خلال 6 ساعات المسموح او 7 ساعات كمان خطا، رح جسمك يعمل بلوك، يعني قبل ما تبلشوا نظام غذائي في اخصائيين تغذيه روحوا لعندهم، ما تروح خذ بس اول المعلومات لازم تاخذها وبعدين كمل لحالك.
صحيح، يعني يمكن حكيتي نقاط كثير مهمة، يمكن أخطاء شائعة وحميات غذائية. يعني جارتي عملت حمية نحفت، لازم أنا تماما ممكن يكون جسمها غير جسمي، ممكن يكون الدهون عند المتوضعة غير الدهون عندي. فقديش مهم أيضا أنه كل شخص بده يعمل حمية غذائية يستشير حدا صح ممكن يفيده. حكينا مرة عن الفواكه، دائما بتفضلي الفواكه تتاخد فواكه مو عصير، قد ايه ايضا هيك مهم انه ناخذ الالياف مع الفواكه؟ هلا اول شيء مثل ما قلتي ممكن نحن بعمليه العصر الفوائد والفيتامينات والمعادن تبعتها، بنفس الوقت يصير عندي ضرر بالالياف. الفواكه يفضل تاخذ قطعتين كاكل اصلا بتشبعك. هلا قطعة فواكه نص كاسة عصير، فإنه بتفضل أكيد قطعة فواكه لأنه بتشبعني أكثر. نص كاسة العصير صح فيها فوائد بس ما رح يكون بتشبعك. نحن أحيانا بننوع لهم، نحط لهم عصير مزبوط عشان ما يملهم قطعة الفواكه، بس بتكون كميتها أقل. طيب إيفانا، يعني بظل اليوم كل الشباب مقبلين بقى بعد الشتاء والدسم والحلو، بدهم يضبطوا جسمهم، في عندهم أشهر معينة في رمضان كمان، كيف في الواحد يستفيد من هي المناسبات بتخفيف الوزن؟ ومثل ما قلتي دائما أنه يصير نمط حياة، نحن مشكلتنا بالالتزام، يعني نحن ما بنلتزم نحن شهر شهرين أسبوع خلاص ما عاد نلتزم. فكيف الواحد في حول هذا النظام لنظام حياة صحي؟ هلا اول شيء هو مثل ما قلنا مال الحرمان، يعني بدل ما انت تاكل مثلا سكر ابيض، انا بعمل شيء بالتمر، بعمل شيء بالفانيليا اللي هي الشيء الصحي، بدل انا ما اعمل بطاطا مقليه انا بشويها او بسلقها لانه مفيده. الرز فيك تاكله، بدل ما اكل صحن رز ممكن اكل 15 معلقه رز، اوكي، بدال السمنه بحط فيها شويه زيت. هي بدنا نغير بس الشغلات بدائل صغيره تمام اللي عم تشتغلها. الخبز الابيض مثل الخبز الاسمر بالسعرات الحراريه، اوكي، بس الخبز الاسمر بشبع. يعني بدال الشوفان شو وضعه؟ كمان خبز الشوفان ممتاز، لازم تاخدي اضبط من الخبز الابيض. ليه؟ بس اني كلهم قريبين بالسعرات الحراريه. بس انا بشبع، يعني بشبع بدل ما اكل رغيف خبز ابيض باخذ هالقد الاسمر شبعت. فهو فقط الكميات والتنوع والتبدل، يعني فنحن ما متى ما بدلنا ولقينا النتيجه هي اهم شيء. بعدين بدنا نصبر، انا مو باسبوع رح انزل 10 15 كيلو، لا، هدول دهون انت معبيهم لك 10 سنين باسبوع بدك تنزله. صحيح، بدنا نصبر حتى بالرياضه بدنا نصبر، متى ما صبرنا رح نلاقي النتيجه. وبدك تتعذبي شوي بعدين الامور كلها بتكون سيف سايد. برمضان بدل ما اكل هالحلو اللي بعد الافطار، بدل ما اكل بس فطور وسحور، بعدت الوجبات، بنوع بالاكل، اوكي انا باكل حلو، بجيب الحلو العربي كلنا بنحبه، بخلي حدا شيرينج معي، بنقطعه بلا القطر، بنقطعه انا وياه بناكله، بنعمل حلو بالفواكه، بنعمل حلو بالبيت، ويفضل عن الحلو مثلا، بنغير روتين حياتنا شيء بسيط. هلا كل العالم بتقول ايه ما بدي صعب، ايه انا ما فيني اكل. ما فيك تاكل، اولا واخيرا الاكل ما بيهرب بس صحتك بتهرب. صحيح. إيفانا بدنا نصائح لكل اللي عم بيتابعنا هلا ولا كل حدا حابب ينحف، هيك شو نصيحتك لألون؟ كثير مهم نحن مثل ما قلنا خمس وجبات لا يتعدى السعرات الحراريه. والمي، المي إيفانا دائما المي ممتازه طبعا، كنت جاي اقول عنها المي 7 ل 8 كاسات بالنسبه للنساء، 9 ل 13 كاسه بالنسبه للذكور. طبعا بالصيف غير الشتي دائما بيكون قليل. بدي انبه على شغله، احيانا نحن بالشتويه بنلاحظ على شغله انه نحن بنشتهي الحلو. صحيح، نحن ما عم نشتهي الحلو، هذا خاطئ. نحن عم نشرب مشربولي مي، والحلو اصلا زيادته شو بتعمل؟ ممكن تعمل لك زياده الوزن، زياده الوزن هي اللي تعمل السكري، كمان هذا غلط. نحن بنعمله بقول لك ايوه اكلنا الحلو بصير سكري، لا هو النوع النمط الثاني هو ناتج عن شيء اسمه مقاومه الانسولين، ناتج عن زياده الوزن اللي عم ناكل منه الحلو. انت بحق لك سكريات تاكل 10%، هال 10% هو السكر الابيض، بدك تاخذيها من النشويات ومن البروتينات ومن الخضار من الفواكه، معناتها ما لازم تاكل سكر ابدا. يعني خدم من الفواكه، خدم من الاكلات الثانيه، انه السكر هو العدو اللدود للكالسيوم، للضغط، للسكري، سيء جدا. لا تقربوا على السكر، خذوا لي اياه من الفواكه يفضل احسن. هاي اهم شيء بالنسبه للشتويه. نحن ليه عم نسمع انه عم ناكل سكريات؟ لانه احنا ما بنشرب مي، بالشتاء بننسى نشرب مي، لما بتشرب كاسه مي رح تنتبه اني انا ما بدي سكريات. منعوضه بالمتة وبهدول تمام، بس الجسم اعطاك ايعاز خاطئ، بدل ما اعطش مثل الصيف انا اشتهيت الحلو. متى ما شربنا مي، متى ما عملنا خمس وجبات، متى ما كانت سعراتك 1500 حراره ولعبنا رياضه، فانت بالسيف سايد انت رح تنحف وما رح تسمن. وبليز ما تاخذوا النت
كدايت، ما تدقوا لفلانه تقولوا لي دايت، ما تروح لعند اشخاص ما هم فعلا هن اخصائيين تغذيه، لانه هذا اللي هو سبب المشكله عندنا. صحيح صحيح. ايفانا يعني كثير معلومات قيمه اعطيتينا اياها، وان شاء الله كل اللي عم يتابعنا ينحف يا رب احلى دعوه. واكيد دائما بنقول انه اي خلل او حسوا انه معهم مشكله معينه دائما يستشيروا هيك خبير تغذيه حتى يقدروا فعلا يكملوا صح ويصير نمط حياه مثل ما دائما بنقول. ايفانا كل عام وانت بخير مره ثانيه. شكرا شكرا لوجودك معنا. شكرا.